Welcome back, my dear students, for our new online lesson. This is about apologizing. درسنا لهذا اليوم اللي هو الاعتذار. For the third intermediate class, اللي هي الصف الثالث المتوسط. How can we apologize? شلون حنعتذر؟ راح نستخدم وحدة من العبارات I'm sorry or I'm so sorry. You can choose anyone because they are the same. تقدر تختار أي وحدة من عندهم لأن هم اثنيناتهم نفس الاستخدام. Okay, the verb after I'm sorry should be in the ing form. إنه الفعل اللي يجيني بعد الـ I'm sorry لازم يكون بصيغة الـ ing. فتقول مثلاً I'm sorry for stepping. I'm sorry for dropping and so on. This is an example about what I said. Apologize for stepping on someone's toe. إذن اعتذر. كلمة for stepping يعني إنه سحقت أو دست على إصبع أحدهم. كلمة someone toe اللي هو إصبع القدم الكبير شباب. القدم الكبير. أسميه toe. فاعتذر لأن دست عليه. فش راح تقول I'm sorry. هاي الأداة مالتي أو العبارة مالتي. For stepping on أي اسم موجود عندي هنا بالسؤال هستخدمه أو هعوض بمكانه استخدام الضمير your. ليش؟ لأن الشخص اللي تعتذر من عنده هو مخاطب، فلدى تخاطبه هتستخدم له your. تمام؟ أي اسم هنا موجود عندي بصيغة السؤال هستخدم له your، فراح يصير I'm sorry for stepping on your toe. آسف. العبارة الثانية أو المثال الثاني You're late for the class. Apologize to your teacher. You're late إنه أنت متأخر على الصف. اعتذر للمدرس. زين. Here you don't have a verb. Pay attention to this example very carefully. هنا ما عندك أنت فعل بالجملة. زين وقاعدتي شو تقول؟ تقول إنه لازم أستخدم فعل وهذا الفعل بصيغة ing. So, because we don't have a main verb, we'll use the auxiliary here. بما إنه أنا ما عندي فعل أصلي بالجملة، حأستخدم الفعل المساعد الموجود وأعتبره كفعل أساسي main verb. زين؟ وهو اللي راح أضيف له صيغة ال ing. ف if you have any auxiliary here. أي الفعل مساعد كان عندك الام الاز الار الواز الوير كلها راح تحولها إلى being. تمام؟ راح نرجعها لأصلها اللي هو be ونضيف لها صيغة ing لأن القاعدة ما تريد ing. فراح يصير I'm sorry for being late. آسف لكوني متأخرا. أوكي؟ أعيدها إعادة بسيطة. If you don't have a main verb and you have an auxiliary, you should use the auxiliary and adding ing to it. بما انه ما عندك فعل اساسي حتستخدم الفعل المساعد اللي موجود عندك بالجملة اي واحد من الخمسة اللي نعرفهم اللي مثل ما قلنا am, is, are, was, were. فترجعها الى الاصل مالته وتضيف له صيغة ing فراح تتحول الى being فصارت I'm sorry for being late. تمام؟ هذا المثال مهم جدا جدا مهم. Now how can we respond the apology. شخص اعتذر من عندك انت شنو حيكون جوابك على هذا الاعتذار؟ اوكي حتقول له مثلا that's okay او don't mention it. لا عليك لا الذكرى. يعني شلون احنا نحكي بالعربي نقول فشي ما يسوى. اذا استخدم وحده من العبارات اي عباره من عندهم اللي متك صحيحه انت بكيفك. تمام؟ هذه شو وقت تستخدمها؟ إذا لمحت، انتبه علي، إذا لمحت كلمة respond بالسؤال. respond يعني أجب، جاوب. شلون هسه هذه؟ respond the apology، أجب عن الاعتذار، شو حتقول له؟ حنستخدم وحدة من هذه العبارات. تمام عيني؟ Look at this example. I'm sorry. I have just dropped some water in your toe. إذن I'm sorry أني آسف. I have just dropped إنه أسقطت بعض الماء على
الحذاء. Respond the apology. انتبه لي. فأجب عن الاعتذار. يعني بصيغة السؤال اللي مستخدم لي هو معتذر. أنت فقط راح تجاوبه. إذا إيش تستخدم لي؟ حتقول له مثل ما اتفقنا. That's okay. أو don't mention it. واحدة من عندهم. هذا صار عندي نوعين من القاعدة مالتي. الشغلة الأولى اللي اتفقنا عليها إنه شلون تعتذر. والشغلة الثانية إنه شلون تجاوب عن الاعتذار. Now. عندي اعتذار لكن من نوع آخر. هذا الاعتذار عند عدم سماعك لجملة أو سؤال معين أو كلمة قالها شخص معين أو تطلب من عنده أنه يعيد لك إياها. أوكي؟ شلون احنا مثلا من واحد يتكلم ويقول له ايش قلت؟ لكن بالإنجليزي راح نستخدم عبارة أو كلمة pardon. pardon اللي هي عفوا أو أستميحك عذرا، وهي كلمة فرنسية بالأصل pardon. لا إذا سامعيها. فهنا apology for not hearing what they have said. هذه اذا هذا الدليل مالتي او هذه العبارة مالتنا not hearing، انه ما سمعت المقابل شنو اللي قاله وتطلب من عنده انه يعيد لك اللي قاله. فش حتستخدم له مثل ما اتفقنا؟ حتستخدم له pardon واكيد question mark. تمام، هذه دلالتها، شو وقت تستخدمها، شلون تعرفها. اذا لقيت كلمة sad بالجملة او كلمة not hearing، هاي دلائل مالتنا المفاتيح. من نشوفها معناها حتستخدم كلمة pardon. Let me explain this example. Your teacher has just said open your books but you didn't hear. الأستاذ طلب من عندك انه تفتح الكتاب but you didn't hear. اذا موجود المفتاح عندي. تمام، اذا موجود عندي كلمة hear باعوا didn't hear، انت ما سمعته. apologize اعتذر. اذا من تعتذر شو راح تقول له؟ pardon. تمام، اجي على المثال الاخير اللي يخص القاعدة. المثال الاخير انه بعض الجمل تطلب او بعض الاسئلة تطلب من عندك فقط الاعتذار، وبعض الأسئلة تطلب من عندك فقط أنه تجاوب عن الاعتذار، لكن بعض الأسئلة تطلب أنه تعتذر وتجاوب بذات الجملة. فانتبه على المثال ما. What would you say to apologize for breaking your friend's camera and how would you respond؟ ماذا سوف تقول عندما تعتذر لأنه كسرت الكاميرا؟ And how would you respond؟ وماذا سيجيب؟ شوفوا هنا الضمائر حتى تغيرت. انتبه علي انه بالسؤال الاول you انت ماذا تقول، وبالسؤال الثاني he وهو ماذا سيجيبك. تمام، فاجي على صيغة الاعتذار راح اقول I'm sorry for. اوكي، واخذ صيغة ing فصارت I'm sorry for breaking your camera. واتفقنا هنا انه اي فعل يجيني بالجملة هحوله الى ضمير your. تمام، وهنا ليش استخدمت اني your؟ لان عندي شيء مملوك your camera. الجواب الثاني للسؤال حيقولي that's okay، انه هو قبل اعتذاري. هذا كل ما يخص موضوع الاعتذار. جملة يا اما تعتذر بها، وجملة يا اما تجاوب اعتذار، وجملة البادون اللي هي عند لما لم ما تسمع وتطلب من الآخر أنه يعيد لك الكلمة أو السؤال اللي تكلم عنه. تمام عني؟ That's all for today. Thank you for watching.